يعد وسط العاصمة البوسنية سراييفو مركزا تاريخيا وثقافيا يعكس جزءا من الحضارات التي مرت بهذه المنطقة الجبلية الأوروبية. فسوق باشتريشا الذي يقع على الضفة الشمالية لنهر ملياكا يعود إلى حقبة الإمبراطورية العثمانية، وأزقته تشبه البازارات التركية القديمة. فهنا تباع الحلويات التقليدية كالحلقوم والكنافة والبقلاوة، وتحتسى القهوة البوسنية في المقاهي الشعبية، وتباع الهدايا التذكارية في حوانيت تقليدية صغيرة. مسجد غازي حورسيف بيك هو مسجد تاريخي يعود إلى القرن السادس عشر، ويعد الأكبر في البوسنة والهرسك. يعكس فن العمارة العثمانية في منطقة البلقان. تم تأسيسه في عام 1753 على الطراز المعماري العثماني الأنيق. في محيط المسجد نجد ماء سبيل تاريخيا تزوده مياه عذبة تنحدر من الجبال الثلجية المحيطة بسراييفو، وتعلو مأذنة مسجد غازي ساعة فريدة تعد آخر ساعة شمسية. وحين تدق الساعة 13 فهذا يدل على موعد غروب الشمس وليس منتصف النهار. سراييفو هي واحدة من أفضل البلدان في منطقة البلقان التي تحتفظ ليومنا هذا بتراثها العثماني المعماري والأثري. هذا جميل للزائر الغربي والشرقي كذلك. التأثير العثماني كان في بلدان عدة هنا في دول البلقان، لكن الإمبراطورية العثمانية لم تترك هذه المنطقة في أجواء حرب، بل قامت بمعاهدات مع العرش النمساوي بحيث يحافظ على الآثار والهندسة المعمارية العثمانية للبوسنة على وضعها، وكذلك الحال مع الاحتلال المجري والأوروبي لبلدنا. الحي النمساوي من سراييفو يعكس حقبة غربية بكنائسها وبيوتها التاريخية وشوارعها التي تعج بالمقاهي والمتاجر. يشعر الزائر لأول وهلة وكأنه في مدينة سلافية نمساوية بامتياز. إلى جانب معالمها السياحية والتاريخية، تجمع سراييفو بين الشرق والغرب East and West في طرازها المعماري. ويوجد هنا في البلدة القديمة خط فاصل يجسد بين حقبتين، الأولى الحقبة العثمانية في القرن السادس عشر، وحقبة الاستعمار النمساوي من عام 1878 إلى عام 1918، أي في القرن التاسع عشر، من عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو. ليث بزاري. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.